تتداخل جملة من المفردات والعبارات والجمل والمصطلحات ما بين مفهوم السعادة واللذة والرضا والنشوة وغيرها من الأشياء اللي ممكن كلها تكون سبب أساسي في الإنسان في وضع نفسي مريح. نتكلم عن أسرار السعادة الزوجية مع دكتورة لينا الإمام مرشد أسري ومدرب تنمية ذاتية. مرحبا بكم مشاهدي الكرام ومرحبا بك من جديد دكتورة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. يعني استنادا على الكلام السابق انا استنتجت انه معناها في اشياء خارجيه انا ما عندي فيها يد، يعني مهما حاولت انه اتدخل فيها ما ممكن اعدل فيها، وفي اشياء في يدي في استطعتي انه يمكن اتدخل فيها، فممكن يكون ده مدخل لتحقيق السعاده. صحيح. ونجي نخصص الكلام اكثر عن الزوجيه ان شاء الله، السعاده الزوجيه. هو بقدر ما انه في الخارج في يعني بنقول حاجات بنفتكر انها هي ممكن تأثر علينا، لكن برضو انا مفهومي مهم. يعني انا لما اكون فاهم انه المال هو كل سبب من اسباب السعادة او القوة او السلطة او يعني كل المفاهيم دي هي وسائل لتحقيق السعادة، فبالتالي مفهومي انا عن السعادة اللي عايزة اوصل له ده مهم جدا في انه انا احقق الحاجة دي. لو انا افتكرت انه سعادتي في المال ما حاشعر باي سعاده الا اذا امتلكته. صحيح. ولما امتلكه الموضوع ده بيطول، ما حلقى انه في النهايه الموضوع ده ما موضوع مال. يعني ولو انا لو مثلا عايز هسه عجله، لقيت العجله بعد شويه بكون داير عربيه، بعد شويه العربيه دايره سفينه، بعد شويه السفينه دايره طياره، فده موضوع النفس البشريه دي ما بتوقف طواقة. من طلباتها طواقه وما بتوقف. اذا انا ارتبطت بمفهوم معين للسعاده ما حاوصل لنهايه. حتى سواء كانت حتى في السلطه او حتى في امتلاكي لعلاقات اجتماعيه لوضع اجتماعي معين، ايا كان الموضوع ده ما محدود. فبالتالي الفكره في انه انت كيف يومي تكون عندك ممارسات تحس انه انت بتشعر فيها بالسعاده، ولو كانت اشياء سلبيه انت ممكن تكون في قمه سعادتك. نعم، من لغه عربيه خليل، لا دار عربيه يعني حبشت جزء من الحياه يمكن تحقق له سعاده هي موجوده لكن دار تصليح ان شاء الله مزيد من الصيانه المشاعريه. ايوه. والحاجات التابعه ان شاء الله تعالى. كثير من العلاقات في بدايتها بتكون جميله جيده صحيح وممتازه ومكتوب ليها عاده السعاده. نعم. بعد فتره نلقى بعض المفاهيم دي تتدرج تنزل للادنى. صح. ما هو السبب؟ لانه نحن ما بنعرف ندير علاقاتنا. انا بقول لك العاطفيه لكن يقصد بها اداره علاقتنا في الاجتماعيه وحتى في مستوى الزواج. نعم. يعني انا بفتكر انه انا اذا مثلا عندي صحبه معينه او عندي زوجي مفترض ان احنا طول الوقت نكون متفاهمين، نكون دائما في حاله بتاعت سعاده مطلقه، ولكن هو في الحقيقه لا. يعني الحياه دي ما فيها الحلو وفيها المر. صحيح. انا لو ما شعرت بطعم المر ده شويه ما حأدي انتعش من جديد واشعر بطعم الشيء الجميل. فبالتالي نحن كازواج مع بعض ما بقدر اقول انه احنا دائما نكون كويسين، لا، ولكن انا كيف اقدر اتعامل مع المواقف الصعبه اللي بتمر بيناتنا بحكمه وبفهم من غير ما انا اذي نفسي واذي الشريك الاخر، وفي نفس الوقت انه لما تتعدل المساله نعيش سعادتنا من جديد. انا قاعده اسميها نظريه اب اند داون، يعني فوق تحت فوق تحت. لا. زي التخطيط بتاع القلب للناس في الطب اللي بيعرفوه الحاجات دي. انت مره فوق ومره تحت. اذا انا اقتنعت بواحد من المفاهيم، اذا انا اقتنعت به بقدر اتجاوز المواقف الصعبه في حياتي واشعر فيها بالسعاده. ولازم الانسان يأقلم نفسه على الوضع ده، يعني ممكن مرات يكون في قمه السعاده وغايه المنى، لكن في مره من المرات يكون في ادنى واقل درجات عدم السعاده. بعدين في نقطة تانية مهمة، انه نحن عموما كمجتمع سوداني محافظ ما عندنا، اذا تكلمنا عن مستوى السعادة الزوجية، ما عندنا الثقافة الكافية عن الزواج عشان يعني اقدر ادير حياتي. اي واحد البيت بتجي باحلام وردية بيكون همها كله انه قبل العرس فستان العرس والزفة والصالة والبيت وكده. الزوج بيكون همه كله انه هو يرتب البيت، يرتب يشتري الثلاجة والبوتجاز والغسالة والحاجات دي كل همه، ولكن ما في تغذية عقلية ولا مفهوم انه دي حياة طويلة، انه انا محتاج افهم حاجات كثيرة جدا عن الطرف الاخر. اذا الرجل يفهم انه كيف المرأة حياتها هي بتكون دايرها، فسيولوجيا الرجل برضو تفهم المرأة. نحن ما عندنا ثقافة زوجية، فبالتالي بنجي اول ما يحصل زواج بنستمتع بالفترة الاولى اللي فيها المغريات العامة الكبيرة، بعد ذاك بنجي نتفاجئ انه الحياة دي ما كده. صحيح. الموضوع ده محتاج انه يكون عندي مهارات كثيرة، فهم كثير، عشان انا اقدر ادير علاقتي مع الطرف الاخر. نعم. طيب يا دكتورة لينا، نحن لو شفنا يعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بيتقدم لنا يعني نموذج كامل بكل تفاصيل العلاقة الزوجية اللي فيها سعادة، يعني لو وزعت على
أهل الكرة الأرضية لكفتهم صحيح يعني. وفاضت كمان فخلينا نأخذ من زاوية التنمية البشرية ومن زاوية جانبك فيما يختص بالاستشارات الأسرية صحيح. شنو الإضاءات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي ممكن نستفيد منها ونحقق السعادة الزوجية؟ أنا صراحة بداية يعني أصلا هو مفهوم الزواج في حد ذاته يعني وقبل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كون أنه الأرض أول ما نزل فيها سيدنا آدم وحواء كأنها هي تأسيس لعلاقة يعني لمجتمع كوني أو علاقة كونية يعني هي علاقة كونية أسست بها مجتمعات بعدك كبيرة جدا فالحياة الاجتماعية كلها البنيشة والكون كأنه ما بني على أساس علاقة زوجية فالمسألة دي عميقة جدا وأنا دائما قاعدة أقول أنه كونه الزواج نصف الدين ده يعني أنه هو منبع لنجاح كثير في حياتك يعني دائما بقول ليه بس ليه الزواج ليه الحاجة الوحيدة دي هي نص الدين الدين كله حاجة نص كله نص والزواج كأنه نصف تاني نصف فدي دي دي عبرة إذا أنت حاولت أنك أنت تنظر لها هتفهم أنه أنت قدر ما كنت سعيد في زواجك وقدر ما عشت الزواج كمفهوم وجه في الإسلام وفي الدين معناته أنك بتقدر تكمل نص التاني من حياتك اللي هو النص التاني من دينك باعتباره فالمفهوم عميق لكن هل نحن مستعدين نقعد ونفهم ونتعلم احنا ما عندنا استعداد اعتقد كثير ناس بتعتبر نفسها لكن نبشر بامل ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى اكيد بعض الفتوحات العلميه وانتباه الجيل الحالي صحيح ان يكون ان شاء الله في نوع من انواع الفهم والمتبادل لسعاده زوجيه صحيح عاده الزوجه هي باب ومدخل للسعاده ما في ذلك شك صحيح. كيف يمكن لها ان تهيئ الظروف من اجل سعاده زوجها وابنائها واسرتها وصراحه يا استاذ ابو بكر انا هي زوجه اكيد مسؤوله نعم. لأنه هي بتقدر تتحمل أكثر بتقدر تصبر أكثر بتقدر يعني إن هي تدير بحكم طبيعتها الفطرية إحنا دائما نقول المرأة طريقة تفكيرها شبكي بتقدر تعمل كمية من المهام في نفس الوقت عكس الرجل يعني المرأة بتري تلقاها إن هي بتطبخ في نفس الوقت ماسكة التليفون تتكلم ممكن مع أمها مع المهم عندها مكالمة في نفس الوقت ممكن تكون بتنبه في أولادها منتبه لهم إنهم بيعملوا في شنو في نفس الوقت هي عارفة إنه بعد شوية جاي زوجها مفترض تعمليها وكذا وكذا فطبيعة المرأة الفسيولوجية بتساعدها لأنها تقوم مهام كثيرة جدا في وقت محدود والرجل برضو هي دي طبعا فائدة يعني هو بيقدر يقوم طريقة تفكيره صندوقية صندوقي يعني مهمة واحدة في اللحظة الواحدة هسه لو جيت قلت له واحد اثنين ثلاثة أقول لك لا لو سمحت واحد كده شنو واثنين بعدين بعملها بعدين ثلاثة بعملها نعم. فطبيعتها الفطرية هي بتساعدها لأنها هي تكون أكثر نعم. إسعاد في العلاقة الزوجية نعم. طيب نحن معناها في النهاية لابد من فهم وفهم عميق يعني لكل الأشياء اللي ممكن تحقق السعادة نعم. الزوجية نحن أشرنا لموضوع ما قبل الزواج اللي هو فيما يتعلق بالاختيار فيما يتعلق بالتأسيس فيما يتعلق بأنه الناس نظرتها مش بتكون تحت أرجلها يعني فيما صحيح. يتعلق بأشياء بسيطة لكن لمدى بعيد فداري شنو من الأشياء الضرورية جدا اللي ممكن نحن ننبه بها كل السادة المشاهدين بنقصد الأسرار صح؟ أيوة هو الكلام بيطول طبعا يعني من بداية الاختيار زي ما قلنا دي براها دارة يمكن حلقات مسألة اختيار شريك الحياة وكيف أنت تلقى الإنسان اللي بيقول لك رفيق الروح اللي احنا بنفتش عنه وتعيش معه حياة كريمة أول إذا احنا متزوجين أول حاجة بقوله كخطوة أولى إنه كل ما أسعدت نفسك كل ما بتقدر تسعد شريكك تقاسم الشراكة أنا ما بقدر أدي الثاني ما بقدر أدي الثاني إلا إذا أنا كنت مكتفي يعني صحيح. أو أنا سعيد مرتاح وذاته الطرف الآخر أنا كشريك ما ممكن أطلب من الثاني يديني وهو أنا عارفة إنه هو ما يعني احتياجاته ما ملباة أو هو ما مرتاح أو ما مطمئن أو ما مستمتع أيا كان احتياجه فأول خطوة سواء كنت رجل أو امرأة إنه أسعد نفسك بتقدر تسعد الطرف الآخر أو بيكون عندك بداية قابلية الخطوة الثانية أو الحاجة الثانية برضو مهمة إنه أنا أعترف أتواضع وأعترف إنه أنا عندي مشكلة أو عندي أو أنا داير أوصل لحاجة معينة في العلاقة الزوجية ما بيني وما بين شريكي أعترف بالأخطاء
التواضع، احنا ما عندنا تواضع صراحه كثير، دائما بنعتبر انه احنا عارفين كل الحاجات، وبنجي بس في لحظه المشكله ولما تحصل الصدمات الكبيره والمشاكل الكبيره بجي بكتشف انه انا ما عارف اتعامل مع الموقف. فبالتالي اول ثاني خطوه انه انا اتواضع واقعد واقول احنا نقعد في طاوله واحده ونعترف باخطائنا او نعترف بمشاكلنا او ايا كان نوعيه الحاجه ودرجتها، احنا نتواضع لها. والواحد اول شيء يعترف مع نفسه، يعني براه الواحد كده يراجع نفسه ويشوف انه هو ممكن شنو، يعني يعني احنا محتاجين، احنا وين مكاننا من بعض. هسه بيسموها الغربه الزواجيه، الناس عايشين في بيت واحد وغرفه واحده وكانه فاصل بيناتهم شو يعني شهور وسنين وجدار من من يعني من التعامل. صحيح حقيقه في بيو زي دي. طيب التحديات، من اقول تحديات مباشره بتبدا تظهر لنا بعد المعوقات. ما هي المعوقات اللي بتمنع الزوج والزوجه يمارسان السعاده الزوجيه؟ المعوقات اذا عكس النقطه اللي فاتت، عدم الاعتراف، لما انا ما اعترف انه اوريدي في مشكله. لما انا اكون ما داير اتطور واحسن علاقتي مع شريكي. يعني احنا بنقول عليها قوه الراس عندنا، يعني بتلقى المراه راسك قوي او الرجل العنيد في علاقته، انت ما انت بتكون بتعاند بتكابر على انك تصلح ما بينك وما بين شريكك. دي كلها دي عدم الرغبه في التعلم، انه انت ما دار تتعلم كيف انت ممكن، يعني حتى استشاره ممكن احيانا من شخص قريب لك ممكن يفيدك، من الان المستشارين الاسريين، المدربين في مجال الارشاد الاسري، الناس دي مراكز مفتوحه بتتمنى انه الناس تجي تستشير، لانه في تجارب علميه، في ناس عندها خبرات في المجال بتوريك الطرق اللي انت بتساعد بها تغير بها نفسك، وفي نفس الوقت بتقدر تصلح ما بينك وما بين شريكك. الى الان نحن بنختشي او نخجل نمشي نطلب استشارات اسريه، بنعتبر انه ده كانه عيب. فاول حاجه انه لما انا اعترف واقعد، ولما اكون عندي رغبه في انه انا اصلح ما بيني وما بين الاخر، الابواب كلها بتتفتح لك. الابواب بتتفتح. طيب انا عايز يا دكتوره لينا وبكرة يعني ننزل كده للواقع شويه. ايوه وناخذ بعض الاسقاطات اللي ما بعده بس اللي منازل مالك ما لابد ما من زي ما قلنا شو. ايوه وقتك ايوه بس ما اكون في القاع، يعني كده يا بكرة اسمح كلامي في حاجه يعني ممكن يكون كلنا قاعدين نشوفها يا بكرة. نعم. بنسمع بين الحين والاخر بقول لك والله يا اخي الزواج ده شر لابد منه. نعم لا حول ولا قوة. في ناس بيقولوا كده بالمناسبة. نعم. صحيح. لك يا اخ والله الموضوع ده شر لابد منه. نعم. خلاص؟ معروفة كمان النكتة اللي واحد ضربوا له وقالوا له يا اخي انت فزت معانا بما بعرف مبلغ كم، وجا كلم زوجته من الفرح اغمي عليها، فقال والله الخير ده لما يتوفى العديل يعني. الخير ده لما يجي بيجي كله مع بعض. نعم. صحيح هو حنعلق على النقطتين ده لكن معانا اتصال. ناخذه ان شاء الله ونجي نشوف الحاصل. نعم. السلام عليكم. عايده من بحري. الو. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. مرحبا بك عايده. عليكم السلام ورحمه الله، بحييك استاذ ابو بكري وبحيي استاذ خليل وبحيي استاذ لينا، والموضوع بتاعكم جميل جدا يعني الحمد لله. تسلم. الله يجزاك خير. شنو من الاسرار الجميله اللي ممكن تكون مدخل للسعاده ما بين الزوجين يا عايده؟ ايوه يلا انت بتتكلم عن السعاده بشكل عام ولا بس عن السعاده الزوجيه؟ السعاده بشكل عام باعتباره كمشاعر وكشعور مفترض نستفيد منها الانسان، ومخصصه بشكل اخص للسعاده الزوجيه بين الازواج. ايوه يلا يلا السعاده بشكل عام سبحان الله، يعني السعاده الحقيقيه في الدنيا اصلا بتكون بالايمان والعمل الصالح. يعني سبحان الله انت كل ما تستشعر يعني سبحان الله عظمه الله وتشوف يعني عظمه الخالق والكون، الانسان بيكون سعيد جدا جدا، يعني بعكس الانسان اللي بيكون غافل يعني عن التدبر عن ذكر الله. نعم. والجانب الثاني انه السعاده الزوجيه برضه سبحان الله برضه ايضا السعاده الحقيقيه الزوجيه بتكون بالايمان. نعم. الانسان من اول ما يعني لما يكون عايز يستخير يعني يختار في حياته يعني بدايه الاختيار او لما تجيه فرصه للزواج، يلا اول خطوه بيعملها طبعا هو يستخير الله سبحانه وتعالى. نعم. ايوه اكيد كده، يعني سبحان الله قول بعد ما يستخير ربنا قال لك ما يعني ما ندم ولا استخار وما خاب من استشار. وبعد كده بتبدا الحياه الزوجيه سبحان الله بتكون جميله جدا. لكن يلا سبحان الله ممكن بعد فتره تجي حاجات ثانيه، يعني سبحان الله قال السعاده دي بتزيد بالايمان وبتنقص بايش؟ بالمعاصي والذنوب. صح.
إذا كان في غفلة وذنوب من جانب الزوج أو الزوجة أكيد بيأثر على الحياة الزوجية. وبعد كده الحالة الأساسية برضو في السعادة الزوجية الصغة، يعني الزوجية لما تكون كبيرة لما كده التفاهم بيكون أكثر. نعم. الحياة بتكون جميلة، لكن إذا أحد الطرفين يعني تأثر بالبيئة اللي حوله أو عشان الصغر بتاعته ضعيفة فدي بتسبب مشكلة أحيانا ممكن تؤدي لإنهاء الحياة الزوجية يعني. صحيح. نعم. عشان كده بنتمنى لكل الأزواج يعني نعم. إنهم الله يديك العافيه. نعم الله يديك العافيه عايده. وطالما في ايمان معناتها حينعكس وتكون مؤهل انك انت تسعد زواجيا، وادعو الله ان تتحقق هذه القيمه. شكرا اختنا عايده. حنعلق على كلام اختنا عايده، واكيد الجانب المعنوي ده مهم يا دكتوره. اكيد احنا محتاجين حاجات كتير، وانا اشكر على اتصالك. احتياجاتنا كثيره صراحه يعني، وانت فعلا حقيقه كل ما كنت قريب لربنا كل ما نور لك بصيرتك في انه انت تكون افضل وتسعد شريكك بشكل افضل. فبرضو واحده من الحاجات المهمه انه انا اعرف احتياجات الطرف الاخر يعني. بعدين الوضوح صراحه، الوضوح انا بقول دائما احنا اكبر مشكله في التواصل مع الاخرين وعلى مستوى الزواج بالتحديد انه انا ما واضح في حاجاتي ورغباتي اللي انا عايزها من الطرف الاخر. فانا مالو انا كزوج اجي اقعد والله يا اخي انا محتاج منك 1 2 3 4، انا طبيعي 1 2 3 4. لما احصل معي كده اتعاملي معي بالطريقه كده، لما احصل معي كده ما تتكلمي معي بالطريقه كده، بكون انا برضو الثاني متقبل اكثر لافكاره. صحيح. المراه برضو ما تخجل يعني، عاده احنا صراحه عندنا المراه يعني بتخاف احيانا ممكن تعبر عن احتياجاتها او رغباتها، او الرجل ما بيستمع لها كفايه في بعض الاحيان. فبرضو بنقول لها انه انت اتكلمي، قولي احتياجاتك، قولي رغباتك، انا دايره 1 2 3. برضو بنفس الطريقه كل ما عبرتي اكثر عن نفسك وعبرتي عن فهمك وعبرتي عن الحاجه اللي انت عايزاها بهدوء بلطف برقي بين الطرفين والتاني استمع، احنا بنكون اقرب لانه احنا نحصل على سعاده زوجيه باذن الله. يعني التفاهم بالضبط كده، التفاهم والحوار. يعني في برضه واحده من المشكلات انا ممكن انت تسمعني في مشكلتي لا يعني بشكل عام، ولكن انا بكون محتاجه اقعد معاك في تفاصيل، نقعد قاعده وديه ونتحاور ونتكلم في تفاصيل وزي ما بقولوا يعني نصل الى نهايه الموضوع، لانه احيانا في اشياء بتحيك في الصدر يعني انت اذا ما هبشتها ولمستها وتعاملت مع الطرف الاخر على مستواها ربما تكبر جواه وانت ما عارف، ويظهر لك غير الحاجه اللي انت شايفها. بس لكن يا دكتوره احنا قاعدين ندي المراه اصلا مكانتها عشان بعد ذاك ممكن نمارس اشياء زي دي. صح، دي نقطه مهمه جدا، وانا انا انا معك وبضيف، والناس ما تقول انه انا مع الرجل يعني ولكن انا بقول انه احنا المراه هي سبب انه هي ما توصل حاجاتها وما تظهر يعني وشاهد من اهلها دي ولا وشاهد شاهد من اهلها بس يا حزاتها. فنحن محتاجين انه المراه توعى اكثر صراحه. الرجل هنا عندنا برضو واعي كثير، واعي بحاجاته واحتياجاته ورغباته. احنا في مجتمع محافظ لكن برضو مفتوح انه هو بيجد الخبره بطريقه ما مع اصحابه مع جلسات مع في وسط العمل. نعم بالضبط كده. طيب في جلسات العمل الموضوع القبيل اللي هو بتاع الصوره الذهنيه اللي بتكون مرسومه في في في, في المخيله انه والله يخشر لابد منه انه التفاصيل دي. الصوره دي لما انا اكون حاكم بصوره مسبقيه قبل ما حتى ادخل في موضوع الزواج وكده، نعم الحاجه دي ممكن تاثر في موضوع السعاده الزوجيه؟ طبعا اكيد. بالمناسبه من اخطر الاشياء الممكن تؤثر على سعاده الطرف وهو بكون ما عارف نفسه يعني ليه وبتظهر له احيانا هو وكمان انا اقول لك حته ثانيه، احيانا انت بتفتكر انه انت كويس وقادر انك تسعد وانك تكون شريك كويس وانه زواج شيء جميل، ولما تدخل في عمق الموضوع فجاه تطلع لك في مواقف صعبه. ما دائما المواقف بتظهر حقائق الامور بتلقى انه الواحد انا تصرفت تصرف غريب جدا لا بيشبهني ولا قناعاتي ولا كذا. لما احنا عندنا في التنميه الذاتيه في بعض تقنيات البرمجه اللغويه العصبيه وعندنا حاجه اسمها العلاج بخط الزمن اللي هو بنرجع بالشخص بالماضي، احيانا ربما نجد انه المشكله كانت وهو جنين. انا احكي لك قصه صغيره يعني. طبعا هو خط علاج بخط الزمن ده الان متعارف عليه عالميا وممارس، وحتى الان في السودان ممارس يعني معروفين يعني معروفين المدربين حتى معاكم هنا في قناه طيبه. فواحده من الحاجات قال انه راجل كبير جدا ويعني فوق ال30 وهو يعني عنده خوف من الدقه بتاعت الباب، بس يسمع صوت باب بدق طوالي انه بخاف ما عنده اي مشكله في حاجه ثانيه. فلما رجعوا
عملوا له علاج بخط الزمن. طبعا هو حاله ما بين انك تكون صاحي ونايم وسبحان الله بتشوف حاجات يعني. تشخيص هو في النهايه هو نوع من انواع التشخيص والمعالجه في نفس الوقت. فقام لما رجع لقوا انه هو كان في بطن امه كجنين والاب بيضرب الام، واظن الام عايزه تحمي نفسها فقفلت الباب، فبقى الاب يدق شديد شديد في الباب بدق بدق لما انعكس عليه وهو يعني شوف هو البني ادم ده من جوا البطن هو بيشعر بالخارج يعني. عشان كده بنقول للامهات الحوامل انتبهوا للبيئه اللي انت بتكوني فيها، انتبهي لتعاملك وانت حامل مع جنينك يعني. فبنقول لك انه الحاجات دي شوف مشت معاه لحد 200 وهو كم 30 سنه، فما بالك بكل المشكلات اللي ممكن تحصل وهو صغير، سواء كان انفصال ما بين والدين، سواء كان علاقات يعني اجتماعيه سيئه في الاسره، تربيه، مشاكل في التربيه، مشاكل نفسيه يعني اي في المدرسه في الجامعه، دي كلها بتسقط بطريقه ما في علاقتك الزوجيه. طيب نحستاذنك دكتوره لينا، معانا اتصال اخونا عبد الله من الجزيره. نعم مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ مرحبا بك يا عبد الله. الله يديكم العافيه. يديك العافيه. برنامج اسرار السعاده. نعم. والله هي اسرار السعاده دي الاصل فيها هي الواجع الديني. اذا كان الواجع الديني هو يقول بقى الاساس والانسان عنده الواجع الديني كبير فيكون السعاده الزوجيه. وعكسيها عكسي انه اذا كان زي ما بقول الواقع الديني قليل الايمان بسيط بتكون عكسي ذلك انه ما في سعاده زوجيه. نعم. لكن شفت الاستاذه انها كانت انه قالت انه اذا كان الطرف الاخر يضرب يقول للاخر انه احتياجاته وكذا. هي هدف تفاهم صحيح 100%، لكن اذا كان في احتياجات او في عندك حاجات منافيه للواقع او منافيه للدين طبعا ما بتكون مقبوله. هو ما نقاش يا اخونا عبد الله في النهايه، هو نقاش في النهايه الناس بيصلوا به لفهم. اي نحن ثقافه زي ما عندنا النقاش ذاته وقت انه بيقول لك زمن لجنه كثير وزمن كله كلام كثير يعني. ايوه صح صح. في ناس بتطلب الكلام زي ده، لكن اذا كان التفاهم ده كان موجود بتكون السعاده الزوجيه. ودائما الانسان اذا كان قريب من ربنا ما بتجيب عوجة. نعم الغربة من ربنا بيختصر الغربة من ربنا بيختصر لك كثير من المسافات بتاعت انك انت تسعد وتزيد سعادة ان شاء الله. وطبعا الحاجة اللي انت ذكرتها يا اخونا عبد الله بتأكد طبعا المقولة المعروفة لا معصية للخالق، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. صحيح نعم. اكيد اكيد. لكن احنا بقينا بنقلد غيرنا. المشكلة انه الزوجة طالبت باشياء ما في واقعنا وما في زي ما بيقولوا ما في عاداتنا وما في تقاليدنا ومنافية للدين. المشكلة بتحصل هنا. مشكلة كبيرة طبعا. يعني تطلعات على الحاجات الغير زي ما بيقولوا الاسلامية او غير الواقع السوداني. ما هو الحل يا عبد الله؟ شايف شنو الحل يعني برؤيتك ووجهة نظرك؟ الحل زي ما قالت الأستاذة انه يكون في تفاهم تام بين الآخر. نعم. يكون في وضوح بين الزوجين او وضوح بين الطرفين. اذا كان الوضوح ده بقى موجود وثانيا المتطلبات بقت حاجه زي ما بيقولوا واقعيه وحاجه منطقيه فهذا الحد. اكيد شكرا. طيب نسمع برضه تعليق دكتوره لينا على الحاجه اللي ذكرتها. شكرا جزيلا لك يا عبد الله. الله يحييك. بنحيي اخونا عبد الله واكيد ممكن نعلق على كلامه. اكيد هو تكلم عن الوازع الديني ونحن اشرنا برضه الى انه يعني شوف سبحان الله في انسان بخاف ربنا ولكن ربما عمره ما تعامل مع لا عنده مثلا لا عاش مع ام او اخت او كذا ما بيعرف يتعامل مع الطرف الثاني كزوجه يعني لما يجي يتزوج بيتفاجئ انه فجاه بيتعامل مع 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 امراه وهو في بيته ما عاش مع ابوه مثلا بس ولكن هو لانه بخاف ربنا على الاقل ما بيقدر ياذي الطرف الاخر حتى لو هو ما فهم ولكن احنا بنقول انت بتكون فعلا قريب من ربنا وبتراعي لحاجات ربنا لكن لابد انه نفهم حتى الدين عشان نسقطه على علاقاتنا يعني ما يعني شوف الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيضع اللقمه في في فم زوجته كان بيستمع اليها في حديث ممكن نقول ثرثره نساء القصه معروفه حقت ام زرع وابا زرع يعني هو بيستمع لها من السيده عائشه ده دليل على انه انت محتاج انك تتفهم احتياج
الآخر النساء وهو في حجر أمنا عائشة. صحيح صحيح، يعني القصة دي أنا كل ما أتذكرها وأقرأها يعني، وهسه بقول لك إنه النساء بيحبوا إنهم يتكلموا. أنت عارف إنه المرأة بتتكلم 12,000 كلمة في اليوم، الرجل بيتكلم 3,000 كلمة، وال 12 دي أنت لازم تسمعها، وإذا ما سمعتها الليلة بكرة حتلم لك مع ال 12 حقت بكرة حيبقوا لك 24. يا إلهي فالموضوع خطير. فشوف لو جينا أسقطناها، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام هو جلس واستمع للقصة بكل صدر رحب، لأنه عارف إنه دي الطبيعة النسائية، إن هي لابد إنها تتكلم ويعني تعبر عن حاجات كثير بداخلها. فبالتالي إحنا لابد إنه أنا أفهم الدين وأسقطه على حياتي. نعم. فانت يعني في حاجات كثيره احنا ممكن ان شاء الله نساعد بها باذن الله. نعم. كل ما فهمنا اكثر. والرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره سبق كل المؤسسات الان اللي بتتحدث باسم التنميه الذاتيه والبشريه فيما يتعلق بالتطبيق العملي لكل الاشياء. صحيح. اللي بتسهم في سعاده يعني الأسرة. يعني ما قطع لكلامك، ولكن اذا تكلمنا على مستوى الاحتياجات اللي قبل شويه انا تكلمتها. نعم. احنا مالو نعمل لنا ورقه ورساله في البيت نسميها رساله الحياه بيناتنا، اتفق على حاجات معينه. انا بعتبر انه اغلب مشاكل انا ما ممكن يومي أجي أتكلم معك في نفس المشكلة، كل ما تحصل حاجة أجي تاني أنبهك لنفس التنبيهات. إحنا نكتبها، أنت قول كلامك 1 2 3 4 وأنا أقول كلامي، وإن شاء الله نعلقها في دولاب في الغرفة جوا بأي طريقة. بنكون بالتالي حسمنا جانب كثير من النقاش في الحياة، ما مضطرين إحنا يوم نناقش يعني. ما ممكن أديها وسيغة منها نسخة أديها نسخة منها ولا أي نسخة. إن شاء الله لمزيد من التوفيق والتفوق. يبقى ذكرتي معظم المشاكل بتتضاعف وبتتفاقم حال إنه الأزواج ما يمشوا لمرشد. صحيح. أو نفسي هل المسألة دي بتزيد من عامل عدم السعادة في حياتنا؟ إحنا وصلنا إلى نقطة الختام أو لنقطة لا عودة للوراء، يتم الاستعانة بمستشار نفسي أسري في الدول المتقدمة. أنت المستشار ده بتبدأ معه من البداية وبيمشي معك، لأنه أنت متقلب وبتحتاج لمساعدة في كل مرحلة من مراحل حياتك. نعم. يعني وإذا جينا ربطناها بمفهوم السعادة بنقول إنه أي فئة عمرية ومرحلة عمرية أنت بتحتاج للسعادة بتلبى لك بطريقة معينة. نعم. فبالتالي المرشد عنده القابلية، يعني كثير ناس يتمنى إنهم لو اتصلوا بيحكوا تجاربهم إنه في آخر لحظة لما جو استعانوا بمرشد هو بيقدر ينظر للأمور بطريقة مختلفة، بيعرف طبيعة تفكير الرجل وطبيعة تفكير المرأة وإنه شنو ممكن يكون الواقف في النص. صدقني أنا بقول إنه هي بس مفاتيح صغيرة بس أنا أتقبل إنه أنا أفهمها حقدر إنه أنا أسعد نفسي وأسعد الآخر جدا جدا، بس نتعلم ونتواضع ونستعين. النية الصادقة إنه أنا عاوز أسعد الطرف الآخر. طيب دكتورة لينا، إن وجدنا أبانا على أمة، يعني في ناس كثير بيبنوا علاقتهم حسب ما الحاجة اللي هم شافوها وتواصلوا عليها وكذا، يعني مرات حتى لو ما بشكل مباشر يعني من 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 والديهم يمكن يشوفوا علاقات تانية، يعني يمكن يشوفوها ويجعلوها كمرجعية ونموذج يمشي عليه بغض النظر عن انه هم صح ولا خطأ. هو ذكر حتى في المكالمة أنه لفت انتباهي لما نتكلم انه احنا بقينا نقلد غيرنا. واضف لكلامك انه نحن ابائنا اللي لقيناهم يعني ويعني حياتهم اللي هم عاشوها بطريقه معينه. انا بقول لك انه الان المجتمع بقى مفتوح، احنا اذا كنا واقعيين الان المسلسلات الافلام يعني انت الانفتاح بتلقاه في اي مكان. فبالتالي لابد انك تواكب الانفتاح ده بانه تفهم اكثر وتمسك بيتك جوا، تعرف انك كيف تمسك البيت جوا وتسعد الثاني. فبالتالي الانفتاح البر ده بيخلينا بالعكس انه احنا نعيد تقييم العلاقه الداخليه ما بيننا في الاسره. ف الأسرار كثيرة يا أستاذ خليل، أنا فيهم حاجات عايز أشير لها بشكل سريع. طيب هو زمان انتهى لكن ناخذ سريع كده. نعم. أملا يعني في المواصل إن شاء الله هالأسبوع. أوكي. عموما هو أنا كنت عايز أتكلم برضو عن مسألة المشاركة ما بين الزوجين في الاهتمامات. يعني بتلقى أنه المرأة بتشتكي أنه الراجل طوالي هو طالع برا لأصحابه أو لحاجات برا عشان هو ما بيقعد في البيت كثير، فبقولها يا أخي أنت شوفي شنو هو الحاجات اللي بتطلعه، الحاجات اللي برا بيلقاها مع أصحابه أنت ممكن تشاركيها فيه وفي البيت بطريقة معينة، أوفر له أجواء معينة. أنت برضو شارك المرأة في حاجاتها في رغباتها، دي واحدة من الطرق أو الحاجات اللي ممكن مشاركة الاهتمامات بتسعد أكثر، بتقرب الناس أكثر، بتخليه يديك وقت أكثر أو يديها وقت أكثر. نعم. شكرا جزيلا لك دكتورة لينا الإمام، أملا في المواصلة الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك ونسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتك. أديكم العافية وأنا سعدت بوجودي وأتمنى أن المستفيد يعني المشاهدين يستفادوا ونواصل إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله سبحانه.